المسلي وإلى مساحة جديدة من مساحاتنا الصباحية لليوم ومخصصة للطفل. فالطفل كائن رقيق سهل التشكيل وسهل التأثر بما يدور حوله، ومن هنا تكون مسؤولية الأهل كبيرة في تنشئة الطفل وتوجيهه إما إلى الطريق الصحيح فينشأ شابا على نهج سليم بعيد عن الاضطرابات والمشاكل النفسية، وإما أن ينشأ مليئا بالعقد النفسية. لنحكي عن أحد هذه الاضطرابات التي يلي الطفل وهي فرط النشاط والحركة. معنا رندا علي ديب اختصاصية اجتماعية وتربوية. رمضان كريم ويسعد صباحك رندا. رمضان كريم يسعد صباحكم. يسعد صباحك رندا. صباحك هيك دائما بيعطينا طاقة إيجابية، وخاصة بدنا نحكي عن الأطفال ونشاط الأطفال. بيقولوا في أطفال زيادة حركين، يعني بيقول مثلا أنا ابني أو بنتي معذبتني، عندها فرط نشاط، ما بتهدى ما بتنام. خلينا نحكي عن فرط نشاط الأطفال. هلا دائما في نحن عنا لغط بهذا المصطلح أنه هو فرط نشاط أو فرط حركة أو حركة زايدة. هن دائما لازم يكون مترافق، مثل هو الاضطراب مترافق مع نقص انتباه، فهن دائما بيكونوا ماشيين مع بعضهم. دائما انا عندي هذا غالبا هلا موجود، كلياتنا عندنا حركه، كلياتنا باوقات معينه بتكون زايده. انا دائما بدي اشوف هل هي عشوائيه، هل هي عم تكون معيقه، هل هي ما عم تعمل لي وسط اجتماعي مناسب انا يكون طفلي فيه مرتاح. عم تكثر الشكوى عليه. دائما انا بسال الام انه شو شكواكي عليه، دائما بتقول لي مثلا انه كثير هو بيحركش، بيتحرك، بينكوش لي كثير. هلا هذا ممكن تكون هاي الحركه تابعه لفتره عمريه معينه اللي هي لح على الاكتشاف، فهو لازم يمر فيها. ولكن اذا استمرت انا دائما بقيس قد ايه المده، قد ايه التكرار، وقد ايه شده الاضطراب اللي عم بيمرق فيه الطفل. في نقطة تانية بيكون فيها كتير لغط، انه هو غالبا حاليا عم بيكون هو العرض الظاهر، ولكن السبب الخفي نحن هون اللي منعالج السلوك الظاهر ومنغفل عن السبب. ممكن كتير تكون الحركة الزايدة تكون ناتجة عن قلق، عن مرحلة عمرية عم تخليه يعطي مثلا مرحلة انفصاله عن أمه، خصوصي لما بده يفوت أول مرة على الروضة. في نوعية من الأكل معين بيكون هو كمان كتير متعود عليه، وجوده فترات طويلة على التلفزيون وعلى الموبايل، كمان هذا السبب اللي بيعطيني نقص الانتباه، وبالتالي ممكن يعطيني تشتت والحركة. رندا، من الأعراض ذكرتيها أو أهم عرض يمكن هو نقص الانتباه والحركة الزائدة، بدنا نسأل إذا في أعراض تانية ممكن تترافق مع هذا الموضوع. ونحكي عن الفئة العمرية، يعني مثلا الأطفال الرضع بيبكوا كتير ما بيناموا، فالأم لحالها بتقول إنه عنده فرط نشاط زايد، هذا الشيء صحيح؟ هلا بالفتره، خصوصي فترات من فترات الحمل، الطفل اللي عنده حركه هي حتلاقي حركته ببطنه مبالغ فيها، بنرجع بنقول مبالغ فيها ويعني فوق الخط الطبيعي. دائما الامهات الجداد ما بيقدروا يلاحظوا هذا الشيء، لا بدهم مختص لحتى يلفت انتباههم، او ممكن حدا من اهلهم اللي عنده خبرات سابقه بفترات الحمل. حتى بالفترة الولادة دائما كل طفل البيبي بيكون في عنده منعكسات، بيحرك رجله، بيحرك ايده، بيكون هو الطفل مبالغ فيها، بيدفش حاله بطريقة، في من الأمهات انه بشكل مبالغ بالكرسي تبعه البيبي بيتحرك بطريقة انه بيزحط وينزل بترجع بتحطه، فهذا بيعمل هيك الطفل، ولكن بهي الطريقة لازم تنتبه وتراقب تطوره. نحن بهذا العمر ما فينا نعمل شيء، بدنا نكون عم نراقبه ونحاول نشوف هل هو ما في شيء خفي، هل هو ما له قلقان من شيء، هل الام عم تعطيه فترات دائما رضاعته بوقتها. بالفترة اللي بعدها بيكون الطفل بينقل هون بيكون انتباهه محدد، بس بيطلع على امه او على الشخص اللي عم بتحرك قدامه وتكون رضيع. لما بيكبر شوي بيصير انتباهه عام، فهون بنلاقي الطفل مره بيلعب هون شوي، بيترك لعبته بيروح بينقل بينكش بشيء ثاني. فهذا حتى الاطفال تقول لك انه مثلا اذا بكي يلا بلهيه بشيء ثاني، هي شتتت له انتباهه. هذا كمان طبيعي، هون مرحله الاكتشاف ومرحله النمو الطبيعي لانتباهه. ولكن اذا استمر هذا السلوك او هذا التشتت او الانتقال من مصير لمصير بعمر لبعدين، اللي هو الفتره اللي نحن بتستمر معنا لهلا لعمر الرشد، انه نحن بنصير نقدر نركز انتباهنا على شيء معين، ما نحن لا منتبهين على بعض ولو انه في مصيرات حوالينا.
لما اذا ما وصل، اذا كبر بعمره وما وصل لهي المرحله فهون علق بمشكله فرط الحركه. في شيء ثاني انه غالبا من لما بناخذ المقابله الاولى او بنشوف يكون في استشاره بيرجع انه بنسالهم في حدا من الاهل هيك؟ ايه والله انا وصغيره كنت هيك تقلي الام او ابوه او خاله او عمه. دائما في جانب وراثي غالبا، حتى ما عمم، غالبا بيكون في شخص من العائله. ولكن نحن هلا بهذا التطور اللي انا عم شوفه انه الطفل هلا حركته اذا بنقيسه على يعني طفل السنتين بال 2020 اذا بنقيسه على طفل 2015 مثلا، حنلاقي الطبيعي حركته بهداك العمر حتكون تقلقنا انه حركته زايده، اما هلا عم تكون طبيعيه بحكم طبيعه الاكل، طبيعه الظروف، طبيعه التربيه. نحن التنشئه الاسريه عندنا كمان كثير متغيره، عم تعطي مساحات للطفل او عم تخلي يكون في حمايه زائده من قلقنا وخوفنا عليهم، لهيك عم بيكون عنده اعتماديه، بتعطي قلق، بتعطي خجل، ممكن ما تخليه يقدر يعبر بطريقه مناسبه غير بالحركه. صحيح، يعني مثل ما ذكرتي رندا لازم الام تراقب الطفل وتراقب يعني حتى حركته لما تكون غير طبيعيه. وكثير من الامهات بيقولوا انا ابني بطعمي كل شيء وبس من كثر ما بيحرك ما عم يسمن. كمان قديش يعني بيرتبط هذا الموضوع انه قد ما بياكل ما شاء الله كثير بيكون بس ما بيسمن من كثر ما بيفعي يعني. هلا هذا كمان بيرجع للوراثه، في استقلاب الجسم بيختلف من عائله لعائله وحسب كيف هو بيكون متوارثه من اهله. في من المرات انه انا ابني دائما ما بينام ولا بينيمنا، نومه قليل، حركته حكيه زياده، احيانا ما بتكون الحركه الزايده او فرط الحركه بيظهر بحركته بس وانما بيظهر بكلامه الزائد، تلاقيه بيحكي كثير حتى هو ونايم له بيتحرك كثير. تلاقي بتقلي انا طول الليل بفوت مثلا بغطيه ما في ثانيه برجع بلاقيه بعد الغطاء. لهون انا بقول مثلا من الامهات قالت لي انه مثلا هو كثير بحب التفاح، كثير بحب الكاتشب مثلا او البندوره، هدول كلهم بيزيدوا الحركه والمواد اللي فيها مواد حافظه، المأكولات فيها مواد حافظه. طبعا مثل ما بنعرف كلياتنا الشوكولا وتماما هدول بيعطوا حركه زايده. لهون نحن خلينا انا بنصح الام مو بس تراقب طفلها وتقارنه بباقي الاطفال، نعم. تسال شوف شو في خبرات، تطلع هلا كل المعلومات متوفره فيها، تعمل سيرش بسيط وتراقب طفلها بعيدا عن الوسوسه والسرسره حتى يكون ما عنده مشكله يصير في عنده هي وياه مشكله، وتبلش تعمل له هاي الحميه الغذائيه البسيطه انه لاقول لك شو الفرق. نحن بناكل قطعه الشوكولا بيعطينا الكالوري تبعها مثلا خلال النهار، الطفل اللي عنده فرط الحركه ممكن تعطيه كالوري نشاط لاسبوع. فدائما او مثلا انا بدي كافئه بومبون مثلا او سكر او شيء، لا ما عليه بدليها بستيكر بنشاط بمشوار. هلا بنصحها اكثر شيء توجه له هي الحركه. في جانب نمائي كثير كبير نحن لازم نشتغل عليه، هذا لحاله في له حديث مطول، خصوصي الانتباه مثل ما قلنا انه انتباه بينمو مثلنا بينتقل بمراحل، لهيك هي لازم كثير تعمل بحث تشوف شو الشيء اللي بيزيد الانتباه. رندا خلينا بالوقت المتبقي نعطي نصائح اخيره للاهل كيف اليوم ممكن يتعاملوا مع الطفل يلي عنده فرط نشاط زائد. تمام، هو مثل ما قلنا بيترافق مع نقص الانتباه وبيكون في تشتت، احيانا بيكون في دافعيه، نقص دافعيه وبيكون مندفع، بتلاقيه فورا ايده بتسبق تفكيره فدائما بتلاقيه متورط بمشاكل. لهيك انا بنصحها اول شيء تحاول بالبيت تعطيه قوانين بسيطه مناسبه لانتباهه، تقيس مده انتباهه قد ايه، وتحاول تعمل له انهاء مهام. كيف يعني؟ هي وقت عطته النشاط وتركه مثلا ساعدها بضب غرفته، ما انهى المهمه نقل على شيء ثاني، لا لازم ينهيها، تحط له هاي الرولز وهي القوانين البسيطه اللي مع الوقت هو رح يتعود بشكل تدريجي. الجانب الثاني تحطه بنشاط رياضي او تحطه بانشطه تخليه يفرغ بطريقه سلبيه هاي الحركه اللي عنده. نعم. بالختام بدنا نشكرك الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب على كل النصائح والمعلومات يلي قدمتيها، واكيد لكل الامهات يطولوا بالهم، يمكن هي حركة عادية ما بدها يمكن هذا الخوف الزايد. تماما.
نعم، يعني بنتشكر ايضا المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وهيدي النصائح ان شاء الله يكونوا قدروا يستفيدوا منك للامهات. شكرا لكم. الله يخلي اولاد العالم كلها. شكرا كثير لك. شكرا لكم.